هنعوم هنعوم السلام عليكم سي محمد، صافي خير مزيان هاني. الله يعطيك الصحة سيدي محمد، الله يحفظك بارك الله فيك. سي محمد أبو سهيل، سي شحتيت، شخصية مدينة فاس، يا أهلا وسهلا، بارك الله فيك، جزاك الله خير، عزيز وغالي والله، الله يبارك لك سيدي محمد. سي يوسف، أمستردام، أنا في قلب على التازي، كنتعالج شوية صراحة. الحرارة وشديتها كوكجة، اللهم بارك. ملي جلست مع داك الطفل الصغير كيس عنده كرموس حتى لدابا، عفوا راه دابا نشرت واحد الفيديو وقاف دوشت عليا وتوضيت وباقي ما صليتش، والله باقي ما صليتش، ما عجبتنيش شي بصلية نصلي فيها. الخرجة ديال ديك الجامعة كتنسالي الخرجة ديال القنيطرة، واحد تما واحد تيود الماء، واش درت الأولى؟ المهم كلا يقولوا لي كتضيع الماء ولا هادي، راه ما خليتلهمشي، كنقول لهم هادي كنقول له حتى يكون ديال بابك، راه الفيديو دابا داز، دابا راه داز، راه جاني ميساج قال لي راه الفيديو داز. والله إلا قال لك كتضيع الماء. هذاك الملك كيضيعوه الملاعب كتهضروش عليه. هذوك البرلمانيين اللي عندهم لابيسينات تهضروش عليهم. وكتضيع الماء وابو الحياة، ولكن عطيتهم الله ينتقدوني. باش انت دابا واش انت نعم اخي يوسف نعم، انا بقى كنبدا بالقصر الكبير ان شاء الله، نبقى والو سالت الرحله سوق الاربع قصر كبير. اتصلوا بيا صحابي خايس طايكام مصطفى والاخوان كاملين حمزه وكريم وخايس سليمان، قالوا لي مشيو البحر حكم انا باقي بعيد، ما بغيتش نقول لهم نتبحروا مولاي بوسلام. صافي خليتهم على خاطرهم، مولاي بوسلام عندي من هنا قريبه. الله يحفظك خي عبد الباسط، الله يحفظك سي عبد الباسط، ترحب بك الجنة. شكرا شكرا عبد الباسط، الله يكبر بيك، تحية ناس وجدة. واحد جاي مقتول مع الطريق ودار الطريق وخدام، تلقى الماء قايك قلب عليه الماء وهاك تضيع الماء. لا صاحبي ما تضيعوش، ما استعملوه، باغي نقول العدس بلا خبز. السيد مسكين جاب لي جوج خبزات، هاي خاطر راجل الله عمر راس العادي ما كيجي عندي. بسم الله جميلي فتح، الله يعطيك الصحة الحبيب. شنو قال خي يوسف؟ الله يوفقك بخير وعلى خير ان شاء الله، الى وصلتي دير لنا اللايف باش نعرفو، الى وصلتي باش نتهناو. الله يحفظك السيد، الله يحفظك.
حسن حسن الله يعطيك الصحة الحبيب، الله يحفظك. الله صحة عالمي وبصح عالم قسما بالله عالمي بوحدو الريح زمتني الريح الريح في الوجه كي زمتني ولكن ما كنتصفقش معاه مسكين هو ما كيديرش الشلاطه صحيت يزيدني شي حاجه اخرى والله والمرضي ونزرع عزيز عليا ديما كنجي عندك وهاد الشلاطه ما عرفتش شنو عملتي فيه زدني شي وحده اخرى الله يرحم والديك ها خليها تما شي وحده اخرى ها سير توصي النيس الله يرحم الوالد والله الا ما عرفتش شنو عملتي فيها سبحان الله الله يجازك بخير الله يجازك بخير الله يرحم الوالدي ها مطيشة وصلة ها مطيشة والبصلة شنو نعمل فيها ما نعرف والله العظيم الله يبدي في الصباح الله يجزك بخير الله يجزك بخير شكرا شكرا الله يرحم لك الوالدي كيف قلت لكم الاخوان رسمي يديروا الصويري هنا في على التازي راجل الله يلا درويش والله العظيم الله عمره سلام وانا صراحه كيعجبني ناكل عنده البيض ومطيشه كيعمل لنا البيض ومطيشه وشو سميتها والكفته خاصه يكون معايا واحد نسيبي اللي حباق على وسبحان الله هو اللي كان كيجيب لي هنايا واه مالك بحال بغل يمكن عادي بالصابه انا كنقولها انا كنقول لك يعرفوني الاصدقاء ديالي كنقول يا ليتني كنت حمار شي ابغل حمار والله بصح كون خلق بصح ربي خلقني حمار والله باش نزيد نمار نهني والله بصح كنهضر معاك بنيزي حيت انا عارف شنو تابعني اليوم والله يا اخوان والله العظيم اقسم بالله كنتكلم معكم من اعماق القلب يا ليتني كنت حمارا ايه شنو تابعني دابا الاقوال اقوال القران واقوال النبي وانت كتجينا بحال شي حجايه حاجيتك ما جيتك ربي قالنا لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين الانس والجن تكون جهنم بلان خويا وهبي وما عرفتش فين كاين هاد السكا خاي وهبي كيعجبك هاد الهبال ديالي والله ما عرفت المهم شكرا الاستاذ وهبي الله يبارك لك في لالة نعمة الله يلا عزيز عليا سيدي وهبي والله العظيم والله العظيم عزيز قسما بالله والله العظيم قسما بالله وخاصة ذاك الظرافة ديالك وذاك الآداب ما عرفتش الشيء في قريتيه ذاك حسن الخلق ما نوصلوكش والله ما نوصلوك والله كنتكلم معك صادق والله والله كبر وجدها شكرا استاذ الصوير الله يعطيك الخير شكرا الله ضروري الله وهبي وهبي ياه متشرف الله يجزيك بخير انا صديق الشياط مطيبين صح الله والله يجزيك بخير استاذ الصوير الله يرحم لك ويدي شكرا 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 ان شاء الله الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير
شي واحد راه تكلم مع الصوري قال له مشكلة من عندي جوج ديال المجاهدين وكتقول يا ود الذي لا ليتني كنت يا ليتك كنت حمارا يا ليتني كنت حمارا جميل الله حفظك شكرا اخويا الله حفظك سيدي وهبي سي جواد خصك تفهمني يا استاذ خصك تفهمني الله يجازيك بخير حيت راه بآية صريحة هاد الناس اللي كيبانو شخصيات وكذا وظلموا الناس واخذوا اموال الناس بغير حق يوم القيامة يتمنى يكون حمار يوم القيامة وانا عندي الدليل ويوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بمعنى كنت ترابا كنت حمارا نتمنىك يا استاذ تكون فهمتيني خي عمران انا مستعد والله مستعد ولكن بروح الرياضيه فهمتي عندي التحدي ومرحبا بكل فرح فهمتي تبان معايا في اللايف عندي هذا عادي حيت شي وحدين واحد النهار شي واحد قال لي يطلب لي الطلب شي اصدقاء ديالي قالوا لا راه يتشهر بك ما حنا الله يشهرنا عنده الله يشهرنا عنده ما كنامنش انا بهاد الشهره ولا كنامنش بهادشي والله ما كنامن بهادشي قسما بالله والله ما كنامن بهادشي الاخوان قسما بالله حتى شي ترعرعنا فيه اصلا المهم مرحبا صوني عليا مرحبا المهم انا مستعد خويا يوسف الله يحفظك خويا يوسف يوسف شكرا سي يونس الانسان مكرم راه طبعا الا كنت انا مكرم ما هنقيم ما هنقيمش الحدود الله وما نعيش على الشريعه اذا هنا غنصبح حيوان كتشوف شي شحال خوتنا الحيوانات كتلقى واحد معنق وحده هذا باقول واحد معنق هادشي هذا راه ولا عندنا عادي ولا عندنا شي يدير واحد الشاب مع بواه واحد هيدا مع وحده وكيد لا بلا ما نزيد شنو هاد شنو هاد الحركات التصرفات ديالك اش يدير الحمير الله يحفظك خويا محمد النجار صاحبي شكرا كوموندو واش واضح شحال باقي لك من كيلومتر توصل لقصرك من خويا عمر وشنو واش جاي عندي مثلا سي يوسف محمد السباعي صاحبي عزك الصحه ما نشوفش شي واحد احسن منك سي يوسف غتكون باقي شي 70 كيلومتر غتكون باقي شي 70 خي قاسم ناس كركزيف سلم لي خي قاسم صاحبي احمد الزاوي علي تحية متبادلة صحة الله يجازيك بخير سي سليم الله يجازيك بخير يمكن نجي لعندك يوم الجمعة مرحبا وسهلا مرحبا والف مرحبا ومرحبا باللي جمعك مرحبا الله يحفظك خويا الحبيب الحبيب الشيباني مرحبا نور الدين ادم واحمد ولاويا خي ادم البطل احلى خي نور الدين الزين ومباركني مع راسك وليدي في السوق سبته وانا خدامي نضرب الطريق صحتك اخي ادم صحتك اخوي ماشي مشكله اخي يوسف الدنيا هاني المهم اسيدي محمد راه بوينت الحضور ان شاء الله نهار الجمعه
الله يحفظك خويا علي. الزاويه الزاويه ها كنسمع كرسيف كيبان لي الزاويه كاسك واعر صراحه الله وعزيز عليا. معالم السي قاسم السي بوشعيب حق صاصي حق صاصي الله يحفظك السي بوشعيب. انت السي جواد دابا جيتي عندي انت جيتي عندي وجبتي الايام الاول ولقد كرمنا ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. وكهذا عدنان صاحبي ولا وعدنان اخويا تبارك الله سي عدنان اليوم نعملوا شي لايف يكون نايض في التيك توك ان شاء الله لا بقينا من اهل الدنيا. يا بصراحه بس كنحس بالاجل ديالي غادي اقترب. مالك معذب؟ لا خينا عايش معذب. نور الدين بون بيطا هو صاحبي نور الدين دبومي ولا راه ما كنشوف هاد الحساب عندك بشقلب. الله يحفظك سيدي عدنان ان شاء الله. سي عدنان نشوفك عما قريب. خي محمد حكيمي اعزك الله الحبيب الفاسي وعليكم السلام. عبد العزيز خي عادل معك عادل قصراو اهلا عادل عادل ها صاحبك عدنان هو معنا في هنايا في اللايف ما تخلعناش اخويا عمر الله يطول في عمرك واخي يوسف الله العظيم بطي خاطر زعما خاي يوسف شي حاجه اسهل شيء اليوم اسهل شيء شهر مسكين مسكين صح؟ الله عبد العزيز نانو الله يحفظك عدنان عديل هو اللي كنت باش هبطتيه فهمتيك كنت هبطتيه وتقلق شويه ولا دخل بحساب اخر وطلعناه عقلتي دابا سي عدنان عادي صاحبك حسابك تكون في قصرك وعرفتك عادي عرفتك عدنان ما عرفكش الله تبارك الله هذا العديس اللهم غادي تسالي هذا التبصير امين اخي يوسف امين واخا يوسف هذه هي الحقيقه هذه هي الحقيقه سيدنا النبي قلنا اكثر من ذكري هذه من لذات ما عرفناش والله ما عرفنا الله المهم الله يتوفانا مسلمين هذا الشيء ما نقول خويا مصطفى البيدي صاحبي البيدي صاحبي اسطام الله يحفظ خويا محمد السباعي السباعي واس البيدي هو البيدي هو مصطفى ويا خي سالم ويا والله
الا بقيت من اهل الدنيا اليوم اخي عادي ان شاء الله ندير اللايف. صدق مسكين الله يبارك لنا فيه هاد الايام ما شفتو مسكين كبار شويه مسكين حطنا كنا في المؤامنه كنا في الضيافه ديال السي قاسم وخوه والوالد ديالهم الله يبارك فيهم وتهلاو فينا مزيان وكلينا وبا صديق مسكين وقف وبقى يدير ها الله قال لي كندك كندك انت حبيب توقف هنا شرف الله يحفظك ايوب سير بحالك ايوب سير بحالك راه خسر الهضره ايوب بحالك اذا انت عندك خصك عادي تخرج متبرجه هادشي اللي كنقول انا سير ايوب سير كنقصحك بكلامي ياك ايوب هاد الكلام اللي كنقول شنو كنقول اشرف الداودي واش السي الداودي هذا بيدو السي اشرف بيدو ديالنا والله يحفظك والله يبارك فيك وحبك الله واش السي اشرف الداودي النيس ويا اخي مصطفى عن جبال حديد يوما الوزاني محمد الله يعطيك الصحة خويا شكرا اخي الوزاني حسن مورو الله يحفظك سعيد حركات والله الا شبعت هاد الشلاطه ما عرفتش هي الشلاطه الثانيه ما عرفتش كندير معاها وقيل لها نديرها في الخبز نديرها في الخبز نديرها في الخبز اخي شبعت ولا شبعت خاصنا نكملوها دابا خي مصطفى امين اخوي بن بود وي زكينيني يا زكينيني من ايامك ما بقات الوزانيه شاس ما تكون تزوجات مسكينه تكون تزوجات دارت وليدات عندي الفينيسيون تبارك الله إذا كان عندك فأخزنه حتى أن يأتيك الزمان أن يقول لك أجبده هذا حتى مدينة سوق الأربعاء إن شاء الله كسكرة طويلة هذا عمارس العوينه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كاين ديك خبز عمرس انا بحال اللي بشي عكس يا اخي سكينيني سليم كلما تجده كلما تجده فاخزنه سياتي الزمان فيقول لك اجبده يا سي سليم سي احمد وحسين الله يعطيك الصحه السي عمر الله يحفظك الله يحفظك شكرا شكرا امالك احمد مالك كيفاش لا حول ولا قوه الا بالله لا تعرف غير الاكل ها اجي وكل لقيتي ما تاكل شنو
سير الله عزك سير عندك الشغل ديالو سير. السي جواد ما فهمتكش. السي جواد قال لي السي عمر واش مقياس التقوى هو الحجاب؟ طبعا طبعا. اش كتقول بقى السي جواد؟ طبعا كتقول القاعده نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. واش دابا انت حمار؟ انا نشوف وحده متحجبه ولابسه اللباس ديال المسلمين ونقول واه كيدوخونا وبقات في الحجاب وبقات في النقاب. سير لامك سير سير لامك ضع لامك الميزان ضع لامك الميزان. كيشوف وحده محلوله ولابسه السروال ديال سبيدو مزيره ولابسه السروال الكروزيز كيقول هادي هادي فيها الخير. وكانت فيها الخير تستجب على كلام ربي وكلام النبي. شوف 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 مالكم كيف تحكموا مال سي جواد الله عزك انت عندك عقليه بشي شكل اخي ما نزيدش نكمل التعليق ديالك. سعيد سعيد وعليكم السلام. تاكل في مطيشه والبصل بحال القنيه واه ماشي مشكله اخي انا قنيه النيس. عيش اللحظات لحظتك سيدي احمد حسين حسن الرامي بالصحه وراحه بطل الدنيا تفراوت يدوق نظيف يا ايام يا ان شاء الله نتمنوا من مولانا يزكي في العمر ونزوروا دوك الناس. ما فيش كاين الاخوان صراحه شي ناس عندهم شي احكام كيصدروها. واش انت كتشوف وحده محلوله كبحال الطواليط العموميه وتقول لي قلبها فيه الايمان وفيه الخير؟ قلت لا هذيك تكون احسن من هذيك. شوف 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 الاحساس ما بقاش. هذيك اللي بلا حجاب كتعرض للبضاعه ديالها وهذا هو الواقع طبعا. كتقول لهم ها انا بالمجان قرا بعدا كلامي كامل باش تفهم. انا فهمت كلامك السي جواد. مرحبا اخي ابو شيف تحيه من بركان الله يحفظك. ما طلعتيش السميه ديالك والله كاينه واحد العلامه. وهذا الكلام الاخوه اللي كنقولوا شحال الناس ما كيعجبهمش هذا الكلام هذا. واخا السي جواد احنا سيدي نعاودوا السي عمر واش مقياس التقوى هو الحجاب مثلا؟ حيت كنشوف شحال من وحده عندها الحجاب وهي اخلاق ديالها تخالف حجابها. المهم هنا عندي نقطه ونوقفوا. واش هي ملك؟ هي ماشي ملك، هي كتبقى من بني الانسان تصيب وتخطئ يمكن عادي داير الحجاب ويمكن لا تغلط ويمكن لا ديرها مسطاش كما كنقول. ورا صحابي في زمان النبي وقع بزوجته في رمضان هكا دير مع هذا هل صحابي يعني الحياه الزوجيه مع الزوجه ديالو في رمضان حجابه عكس عكس المتبرجه تكون معاملتها افضل من تلك المتحجبه. أنا لا أشجع على التبرج، إنما أنقل لك بعض الحقائق اللي كنشوفوها في الشارع، ما رأيك؟ والله يهدي ما خلق، ما كتفقش معك، المتبرجة كتبقى عاصية، المتبرجة عاصية لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اللقطة درتيها ما مزيانش في هذه الرحلة، ممكن ما مقصوداش من عندك، ولكن ما زويناش، هي طحتي داك لابيسين بالصباطك والدري صغار عادي عادي يا اخي. شوف عادي يا اخي حامد عادي عادي صغار حداك. اسمح لي خويا مجرد ملاحظه. شوف المهم انا شوف دابا انا سي حميد انا دابا انت وقع لي معاك وما تقلقش من كلامي. دابا انت كيف قالوا اماني الميت صبروا امي والعزه يكفروا هي ديالك. انا ما هذا الكلام ما سمعتوش حتى مع موين هذاك الخير مالي الخير عطاوني لوطاريزاسيون قال لك اعمل اللي بغيتي
قالوا لي اعمل اللي بغيتي. حيت انا غنمي، انا غنمي كندير شي حاجه، انا ملي كنبغي ندير خاصه كنكون في الضيافه ديال شي واحد، ملي كنبغي نعمل الخيط في الابره حتى كنستشر رد البال هادي. الله يحفظك اخي شرف، هذا شرف الدولي. الله يحفظك اخي شرف، ما شاء الله روح طيبه. انا منذ سنه وانا اتابعك، او كل ما تقدمه من نصائح وارشادات وكلمه حق والاسلوب الذي توصل به معلوم، احب من احب وكره من كره. جزاك الله خير يا شرف، الله يجزك بخير، الله يجزك بخير. حميد الله يسعدك، امين اخويا. رابو نور الدين راه كيسلم عليك السيمو بوميا، ناس طيبين اصدقاء ديالي الكرام، الله يحفظكم. سلم لي اخي نور الدين على اخي سيمو، غالي والله تغالي داك السيد والله العظيم. خويا احمد الحسين وانت اهل الجزاء، كنتمنك اخي نور الدين تسلم لي على صاحبي سيمو. الله يرحمك الوالدين اخي الزكينيني، شو عطيني الزكينيني شنو قال له؟ قال له هما الدري الصغار كيبولوا فيه، اما هو غير صبر. يا الله الله يا الكلاش زويد، الله يجزك بخير. السلام عليكم، تحية السي محمد الشحتي، تحية طيبة مباركة هذا الرجل الكريم، جزاه الله خير، الله يبارك لي فيه. حنا وصلنا لواحد الزمان صعيب على الإنسان يتمسك بالدين، طبعا بالدين ديالو، ولذلك اللي في قلبه نقطة نقطة كتحرك الإيمان ديالو يحمد عليها الله. طبعا 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 السي مسلم شاكير راه معانا السي محمد الشحتي والله أعلم، قال لي نهار الجمعة هيجي عندي إن شاء الله. مازال كتصاوب بالمسمن، ما فهمتش، ما كنصاوبش أنا المسمن. قلت له خي زكينيني، قلت له أنت راه وصلت الرسالة. إسماعيل أمين أهلا كلام طيب، تحياتي. الله يحفظك خويا عبد العالي واقيلا ياك الغربي، شكرا شكرا، تحية متبادلة. تحياتي طريق، أنت أقلا 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 انحيت الطريق، انحيت يعني نحلت الطريق. الله يحفظك، شكرا عبد الخالق. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك في الراشديه ان شاء الله اخي احمد، شكرا. تحيه لك اخي كريم كمال، الله يحفظك. شو اجاوال اجاوال المتبرجه، واش انت تقارن لي متبرجه وحده؟ دابا قول لي، دابا حنا نقارنوا كوجاكا مفتوحه وكوجاكا مسدوده، اين هي اللي تميل النفس ديالك ليها؟ ونكونوا واقعين في بابا، راه عقيده وراه دين هذا الشريف. ربي قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هي هذا الكلام المتبرجه ضربت به عرض الحائط، الله يرضى عليك، تقول لي فيها الخير، تقول لي قلبها فيه الايمان، اعوذ بالله. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، جمع راسك معايا. والله الا وحده موسخه خانزه وخارجه وصيقانها ومزيره على البزيقه ديالها ويقول لي فيها الخير، هي على النفاق هذا. ايه 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 ايه، انا اي متبرجه كنشوفها كنحكم عليها بانها مرحاض عمومي، والله على ما اقول شيء. قسما بالله، ولكن هذا الكلام ما نقولو لا شيء، ما نقدرش نقولو لا، الا همشي للحبس. هنا هي نتكلم مع راسي، ويمكن لي يكون عندي شي لقاء مع شي متبرجه نتكلم معاها، اختي لاباس نتكلم معاها، ما نقول لا شيء، راه انت مرحاض عمومي. لا انا ذكي، راه جواد، راه داك جواد من المشجعين للتبرج. طبعا طبعا كاين شحال واحد عزيز عليه، اختو تخرج جيدان عنده عادي. مرحبا سي عبد الله، سي عبد الله من الاحسن انك تصدق الله العظيم بلا ما تقولها، ما كاينش يصدق الله العظيم، ما كايناش. الشرع ديالنا ما فيش حاجه كتقول صدق الله العظيم، ما كايناش. غربل غربل دينك. قلت ديك الايه زوينه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اي قرانيه ولكن بلادك بسم الله.
هدي زوين السي عبد الخالق الحداد قال لك كلام صحيح. نعم ستي راسها ولا عملت شي حاجه منها الله. ايوا المهم احنا كنبقاو نحكموا بالظاهر والله يتولى الصرائر، وحنا شهود الله في الارض، حنا اللي كاينه كنقولوه. هاشي ميكا اللي كاينه الله يحفظك، شي ميكا ميكا دابا انا بحال اللي كنت في العوس كليتوها انت معايا الله يجازيك بخير. شكرا. انت الجزاء سي عبد الله واش تربيت السعدنا ولا؟ انت عقلتي عليا عند با الصويره. انتم ناس طيبين والله الله العظيم اخي الله يودي الله يرحم الوالدين. خويا بن سعد توحشنا السي عمر، حتى شنا ان شاء الله نصبح عليك في هذاك برقم نجي نشوف الدار الجديده ديال خويا بن سعد. لا تقول صدق الله العظيم، قول حسبك. الله يحفظك خويا بن سعد الغالي الله يحفظك. شو مسكين قلت له الميكا مشى يجيب لي الميكا ويجي. يلا شكرا 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 الله يرحم والديك. سميتك يونس. يونس الله يحفظك الله يحفظك السي يونس. والله انتم ناس طيبين يا صاحبي قسما بالله. الله يرحم الوالدين الله يرحم والديك. شكرا السي يونس. يلا جمعت هذا شكرا. شوف هذا المنادر وين كنا كل بزاف دابا قبل بيكالتي ونخرج شويه ليا ونصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. هذا الشيء قريب لا غير جني جاو ثاني الله يحفظك اخي حمزه. المهم اخي حمزه ماشي كنعطيو الموعظه هذه كلمه حق. الانسان ما يكونش شوف ما تكونش عندك العاطفه وخاصه في الجانب الديني. علاش سيدنا النبي حكم على بنته قال بنت الا سرقت كما جاء في معنى الحديث. سيدنا النبي قال لك بنت الا سرقت انقطع على يديها. شو الحكم كي داير؟ شو اقامه الحدود كي دايره؟ ولا احنا مش نبقاو هنسلكوا ولا وماشي مشكل وغا باقا صغيره ولا يهديك الشريف الله يهديك. دابا انتم طبعتوا مع التلفازه وهذا الاعلام الفاسد وطبعتوا مع هذا المنكر ولا عندكم هذا المنكر عادي. وشيخ شيخ فوزان اتصل به متصل وقال له يا شيخ ما حكم الزوجه ديالي كتلبس السروال السراويل؟ شيخ فوزان راه عالم ومن العلماء المسلمين قال له يا شيخ زوجتي في البيت وفي البيت ما خش المراه تشبه بالرجل ابدا. علاش؟ حيت هنا كاين نص سيدنا النبي قال لعن الله لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. والمراه ملي كتضرب سبيدو كتضرب السريويل كتصبح كانها رجل، ما بقاتش في الطبيعه ديالها بدلت. ها واحد وحده دايزه عليا وحده دابا دايزه عليا. هذاك الشيء ما عندي ما نقول لك هذاك الشيء. بنادم في الزمان 2024 ومازال كيقول كل بليمن. ايوا ها مريض ها هذا مريض. بنادم خصو يهضر خصو يهضر خصو يهضر هذه هي الغايه. والله غير كل بليمن لا ناكل برجلي. كتشوف شي السيد كي داير ناكل بالشمال انا ناكل بالشمال. انا غنخالف سيدنا النبي في هذا الامر وانا عارف الواقعه. ذاك الرجل الذي اكل مع النبي واكل بشماله وسيدنا النبي قال له كل بيمينك قال له كل بيمينك قال له ما لا استطيع. هو ما يعني كان السبب ديالو غير الكبر غير الكبر. اخوة المهم تبارك الله لكم الشيخ فوزان من اصل سوري ما شاء الله. اجي اخا يدير كيفاش من حالة عامل في راسي. انا ما بغيتش نشير لك شي تشيره. شي ناس كيشاهدوني طيبين ما نزلش المستويات. واحد يقول لي علاش كدير في راسك هذه الحاله؟ شمن حاله عمل انا؟ انت كتشوف راجل كامل مكمول ها هو شنو فيك المشكل؟ شنو عامل انا؟
الإخوان شوفوا السيد فصلوا بيني وبينه، ربي قالنا لا اختلفتم في أمر كما جاء في الآية فردوه إلى الله ورسوله. هانتم الإخوان كتشاهدوا شنو فريش منا شنو عملنا فرص. أنا كنت هنشير عليه ولكن كنعرف عندي شي كرام كيشاهدوني وشي شخصيات وما كان مغيش جن وهي من حقي والله يسمى من حقي نعطيه. شنو عملنا فرص إنسان ها شوف ها شنو حالة عمل فرص إن مهم الإخوان تا واحد ما جاوب فهاد السؤال اللي طرحت. تبارك الله عليكم مع السلامة. أتمنىهم ربي العالمين يلاقينا في الساعة الخير وسامحونا سامحونا. أي أخي عمر إن بعض الظن إثم، أنت دابا ديتي غير الذنوب. أنا لا أشجع على التبرج، ديننا الحنيف قال لنا ووصانا على التعامل بالحسنى وأن نبلغ كلام ربنا بالحكمة والموعظة الحسنى، لا أن ننفر لا ننفر الناس من الإسلام. أجي جاوبني على السؤال. هذوك القوم ديال سيدنا موسى ملي هذوك البقايا ديال بانوا مسلمين وبانوا مؤمنين وشافوا هذاك 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 الشيء اللي عند قارون وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذوك الطائفة المؤمنين وقوم مسكين بدينهم كيفاش كان الرد ديالهم؟ وكمل الآية آية قرآنية كمل مباشرة مباشرة ما قالوا لهم شي ولا ولا يمكن ولا يجوز، قالوا لهم ويل لكم. شو شو دابا حنا وحده متبرجه مسلمه زعما يلا جاتنا من فرنسا على غير مله الاسلام وغنتكلموا معاها ونشوفوا المترجم راه ما لقاتش الصويطه الصويطه ما كاينه شي خاصها الصويطه الشريف الله يرضى عليه. الله الا قال كسولنا فيك الناس من الاسلام. الله يحفظك خي ابراهيم. انا لست باستاذ خي ابراهيم والله الا انا انسان جاهل عامي من عامه الناس. يوسف وفين صاحبي معك يوسف تلاقيتك قبيله بسلا؟ لا بسلا ما وقفتش انا بسلا. تلاقاني صاحبي مصطفى في خارج مدينه القنيطره ودار معايا واحد الفيديو بسلا يوسف. والله ما عقلت اخي يوسف. المهم شكرا والله ما عقلت. خي النحيلي متى ستبحث عن عمل كفاك بخلا؟ انا صاحبي الله يهديك الله يهديك الله يهديك يا صاحبي. كيفاش دابا هاد كيفاش عمل؟ تنكمل هذاك الشيء اللي عندي احسن نكملو. دابا انا لا قلت لك دابا خرجت نهار خرجت من الدار خارجه بالبيكالا ديالي غادي بحال شي هبيل. إلا قلت لك دابا شحال عندي في جيمي ما هتيقشي. إلا قلت لك شحال ما هتيقني يجي أربع أيام واقيلا أربع أيام خرجت أربع أيام مشيت للزردة الناس حطوا لي حولي في الطابلة شتو هداك الشي شتو حولي وحطوا معايا الأطفال الصغار سيدي سعيد وخو حسن الله يجزيهم بخير صلى الله فيا. كتعرفي حفنة حفنة ديال الفلوس حفنة ديال الفلوس هالوراق هالوراق حفنة حفنة هادي عطاها لي سيدي سعيد حفنة حفنة الفلوس عاوتاني مدكسة عطا لي سيدي سيدي حسن أصحاب مجزرة بغداد الدار البيضاء أقسم بالله العظيم العظيم كنتكلم معكم ياه وها هادشي بصح نكملو لهم. دابا أنا خرجت واقيلا أربع أيام خرجت أربع أيام جايب دابا جايب في جيمي شي 7500 درهم 750 ألف فرنك عندي في الجيم ديالي. ما هذا راه نمرض كنعقد والله الا بيدي بقيت كان يدي كيشد الفيفرون والله لا يدي ولا بحال ذاك الراجل الكبير كيبقى مسكين 750 الف فرنك. لا لا هو حلل وناقش كيهديك دابا كيهديك تحل لا بس يخدم خدم خدم ها ماشي خدمه يلا. المهم انا ما كنبغيش نقصح عليكم سير تخدم. انا قلت لك خرجت اربع ايام مشيتها في ضيافه عايش غير بالسعي وانا كنسعى ما كنسعاش كنسعاش ما نقدرش. انا كنكون جاي خصني غنشرب ما نقدرش شي واحد نقول له عطيني نشرب ولا الا لو وقع لي شي تواصل ولا هذه ما نقدرش والله
اخي حمد حمد اخي عمر تبارك الله عليك سير على الله طريق السلام الله يحفظك شكرا سحمي اش باغي يدير واش شي خدمه الله يحفظك السي كامل لا حسن كملوا هذا الشيء هذا حيت اللي كيخدم بزاف الاخوان خليوني بلا ما نبقى نهضر ايه هنا عندي حسن كمل داك الشيء اللي عندي انا كنقول لك خرج 4 ايام مشيتها معروض جيت راجع ب 7500 درهم بالله عليكم 7500 درهم شحال دوز لي ها قولوا لي 7500 درهم وان جاوبوني الاخوه الله يرحم الوالدين راه هاد الناس انا ما لقيتش كنشكرهم وخاصه عاوتاني حميد قال لي نتلاقاو في الطريق مرحبا اخي حميد شو سميتو السي والله الا ديك الورقه هذاك البرا اللي عطاني فيها الفلوس والله ما سخيت بها نعلقها في الدار قسما بالله هذاك الصديق ديالي السي محمد الرامي جاب لي واحد الكاش ما ما ما, ما شو سبحان الله شوف شوف ما قدرتش والله ما عمل معايا هذاك اللوجيست كما كيقولوا ما قدرتش نسيب هذاك البرا ها برا لكن فيها السميه السيد هذه كنعلقها في الفيس ديالي السي محمد الرامي شخصيات مدينه تماره هذه كنعلقها في الدار عندي انا علقها كنتمتع معاك استفدنا بزاف هادو صحاب الباطن بديش عليهم الله يحفظك خير حمزه الزاوي الله يحفظك السي شرف الدودي دام الله عليك النعمة اخي عمر حفظ من الزاوي امين امين عندي اصدقاء ديالي صراحه كيتهلاو فيا الله يجزيهم بخير خرجت 4 ايام رجعت باذن الله ب 7500 درهم في الجيم ديالي ياك بحال اللي الوناقش وراجع بواحد النفسيه طيبه نقيه شفت ناس شفت اخوان كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم المهم هاد الناس انا كنقول لهم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وكان كذلك حتى ما نساش كنجدد التحيه لصاحبي وخويا سيمو شليحه الله يجزيكم بخير ايها الاخيار الله يرحم الوالدين جزاكم الله خير واحد يقول لي سير تخدم واحد عايش بحال السائح حناك بحال السائح ها شوف 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 هاد البيكالا عندي كي دايره شوف البيكالا كي دايره ها شوف شوف ها شوف شوف داك الشيء شوف جاي متقل جاي متقل ها شوف كتشوف واحد كنت مدايز الطريق وا ميغو وا مسيو اقول لها السلام عليكم اصلا فهمتي اعترف بك انك بطل الطريق بدون منازع في فصل الصيف عادي الله يحفظك خويا مسلم بارك الله تستاهل غير ما تبقاش تنتقد وتتسرع في الحكم على الناس الله العالم بالقلوب مثلا السي حميد مثلا اعطيني مثال اعطيني مثال فوقاش حكمتني على شي واحد فوقاش مثلا ياك ما بقاش فيك المتبرجه المتبرجه بقاش فيك انا قلت لك انا المراه المتبرجه ملي كنشوف المراه المتبرجه كنحسبها كانها مرحاض عمومي وكنتكلم معاك وعندي الدليل في هذا هو سيدنا النبي كيقول لك العين تزني وزينها النظر والله يرضى عليك واللي داز كيقضي الغرض ديالو ويمشي يغسل من الجنابه وها صافي خي عبد الله حفظك تحيه متبادله الغالي شكرا وشو سبحان الله عندي كلام قاصح وقت شفتو في هذيك الرحله الماراطونيه ديال الكركرات الثانيه هاد البيكالا هادي وانا جاي من القصر الصغير خرجت يلا خرج من القصر الصغير ويا يعني على الدخله الاندلسيه القهوه الاندلسيه اللي قريبه في كيسكون سيدي احمد حميد الديب الغالي ديالي الشخصيه الله يبارك لنا فيه والله يزكي له في العمر على مشارف حي شو سميتو في كيسكون حميد الديب شو سميتو ذاك الحي نسالي فيكينا المهم فيكينا قهوة الأندلسية تما القهوة الأندلسية الناس اللي خدامين تما كلهم كيعرفوا عمر النحلي أبو حفصة واحد الأستاذة واحد الأستاذة مريم كتوقفت عليا بالسيارة ديالها هادشي غنشوف الله يوقفت عليا بالسيارة ديالها ودعمتني ماديا صراحة الأستاذة مريم عاوتاني وقفت لي الأستاذة حنان وشو سبحان الله ولو كيقول لك انا ما عنديش مع العيالات وكذا وشو سبحان الله الزهر بيطاني معاهم ونزيد نقول لك من هنايا
من هنا نزيد نقول شحال واحد يقول لي وانت العيالات انا احب النساء، انا كنقول لك احب النساء. كاينه بنات، كاينه بنات كيتواصلوا معايا وكيقولوا لي كنتمنى وسي عمر يعني نكونوا زوج، يعني كانت شحال واحد كتكلم معايا مسكينه هي تقول لي كنتمنى نكون زوجه ديال عمر بن حيدي ابو حفص. اقسم لك بالله كنتكلم وربي خير الشاهدين تنقول لك الحق. مسلم قال لي شفتها باش شوف يلا شي وحدين كيحكموا عليا بهذا الحكم وشوف على الزهره انا عندي معاهم السيده بالسياره ديالها ودعمتني وشكرتني وحياتني وهادشي راه كاين في عندي في اليوتيوب عندي هذا الفيديو دابا الفيديو مع هذا نعاودو نولي نشرو في تيك توك ونشرو في انستغرام فرحت بيا وذكرتني بهذوك المواقف ديالي وقالت لي ما عندي مسالك والجميل قالت لي ذوك النصائح ديالك يالا السيده بالسياره ديالها حتى وقفت عليا ودورت معايا دورت معايا ومشيت باش ندخل القهوه الاندلسيه باش نشرب شي حاجه يعني حتى نعرف القهوه الاندلسيه كان صاحبي جلال القصر الصغير كيديني تما بالطوموبيل ديالو كيديني تما كيكرمني الله يجزيه بخير يعني تما الشغل مؤهل والشغل يعني ساوي بغيت زعما بداك الرزق اللي جديت من عند الاخت تهلات فيا استاذ الله يجزيها بخير ملي دخلت تما كلشي ابو حفصه زيد ابو حفصه جابوا لي العصير وانت مول الخير وما خلصت والو يعني. وسبحان الله في هذيك النقطة سبحان الله غنتفاجئ بالأستاذة مريم والأستاذة حنان. ها والأستاذة حنان عندي علاقة معها كنتواصل معها الله يجزيها بخير حتى هي بطلة من الأبطال ديالنا من البطلات ديالنا تبارك الله عليكم. جا الوقت اللي غنقول لكم استودعكم الله والذي صدر ودعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان يكون شي مريض الإنسان يكون عنده شي حاجة في قلبه شي هذيك انا راه ما عندك ما دي مني انا ما دي مني وشي حاجه مخالفه راه ما نقدرش كيف ما كنقول لكم راه عندي الاخت ديالي في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه كتبعني خطوه بخطوه كتقول لي السي عمر كنحمق على المحتوى ديالك هذه اختي هذه اختي الاخت ديالي ومع ذلك على الله بيعزز بانها تكون دابا كتشاهدني. عندي الاخ ديالي خطيب الجمعه الشيخ حسن اللهم بارك السيد كيجتهد ما شاء الله اللهم بارك. انا انحدر من عائله شريفه عفيفه عمرك شتي شي خوتي بالفيديوهات ولا كذا ولا هادي مزيان باش نبين لك راه عندي حراسه عليا حراسه مشدده راه ملي كنعمل شي زله كيبداو ولا هادشي راه ماشي ديالنا ولا صاحبي والله يهديك ما نقدرش. المهم تبارك الله عليكم سامحونا هادو بعض التوضيحات بغيت نوضحهم. قال لك عاش من عرف قدره هذا مكان مع السلامة مع السلامة وقتب عني الطريق لكن سبحان الله عادي والله ديك سديف واحد شحال وانا جالس ومزيع على الصباط ديالي ما رخفتوش كاع دابا دا نرخفو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك. اخيرا الله يجمعنا في الجنة الله يجمعنا في الجنة ولسنا ولو باننا لسنا لذلك اهلا رجاؤنا في الله. مع السلامة الله يحفظك خويا مسلم مع السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واو قيل تعطلوا شي وحدين يلاه جاو تعطلتوا مع السلامة. دابا القافلة ديالنا غتقلع من قلب جماعة على التازي كان جاي هاد السيدة دارت لي تهلا فيا. دابا المشكلة نخلص ما نخلصش خلصوا عليا ناس شاهدوني في اللايف يلا ها هو هذا الراجل شحال غزال هو هاو شوف واحد منور تصويري هاو بصويري هاو شوف شوف غزال 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 الله يجزيك شكرا 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 راجل كريم والله. اخوان مع السلامة وفي ما كنمشي كناكل فابور ما كنخلص والو المصيبه هذه والله إيه. لا كرامه هذه قلم مصيبه استغفر الله العظيم واتوب. مع السلامه.